وللوقوف عند التطورات اليمنية ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب الصحفي اليمني هشام الزيادي. السيد هشام، مرحبا بكم. ميليشيا الحوثي أكدت استمرار وجودها في موانئ إصليف ورأس عيسى في الحديدة، إذن أين الحديث عن إعادة الانتشار وبدء تنفيذ اتفاقات السويد؟ مرحبا. في الحقيقة هذا السؤال يجب أن يوجه إلى المبعوث الأممي مارتن جريفيث، الذي قدم في إحاطته في مايو أمام مجلس الأمن من عبر البث المباشر من الأردن، وأكد فيها وأوضح بأن الحوثيين نفذوا الجزء الأول من اتفاق ستوكهولم الذي ينص على الانسحاب من موانئ مدينة الحديدة. هذا الأمر طبعا أغضب الحكومة اليمنية، ووجه من خلاله الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رسالة إلى أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، عبر فيها عن غضبه. كما ذكرتم أنتم أيضا في التقرير، الزيارة التي قام بها القائم بأعمال محافظة الحديدة المعين من قبل الحوثيين تثبت بأنهم فعلا لم ينسحبوا من هذه الموانئ كما أعلنوا هم، وكما أعلن أيضا المبعوث الأممي مارتن جريفيث. لكن سيد هشام، هناك ضمانات أممية، ربما يذهب البعض للسؤال ما الجدوى من المفاوضات أصلا إذا لم تنفذ على أرض الواقع؟ نعم، السؤال الإجابة عليه أكثر أهمية. المبعوث الأممي مارتن جريفيث مضى على مهمته أكثر من 6 أشهر، وكان يفترض أن لا تطول هذه المدة إلى هذا الحد. كان يفترض أن ينفذ بداية ما يتعلق بإجراءات بناء الثقة والمتعلقة بفك الحصار عن تعز وأيضا إطلاق سراح المعتقلين، لكنه فشل في تحقيق هذه الـ يعني ما يعتبر بإجراءات بناء الثقة، وفشل أيضا في الاتفاق الذي ينص في ملف الحديدة. الجدير بالذكر أيضا بأنه على إثر الخلافات التي ظهرت السطح بين الحكومة اليمنية وبين المبعوث الأممي، والتي كما ذكرت قبل قليل بأن الرئيس اليمني أرسل رسالة استياء إلى الأمين العام، فهو من المتوقع أن يرسل وكيلته الخاصة إلى الرياض للقاء مسؤولين يمنيين وأيضا سعوديين، لأن الإحاطة القادمة للمبعوث الأممي ستكون في الجمعة القادمة أي بعد أسبوع، والمسؤولون الأمميون يعملون على حل هذه الإشكاليات قبل أن يقدم إحاطته بعد أسبوع. طيب سيد هشام، في شق آخر، مكتب حقوق الإنسان دان جرائم الحرب المرتكبة من قبل الحوثيين ضد المدنيين في محافظة تعز، برأيكم على ماذا يدل استمرار الحوثيين بانتهاكاتها لحقوق الإنسان؟ ما الهدف من وراء ذلك؟ يبين على أن الحوثيين لا يرغبون بسلام ولا يسعون من أجله. هم لديهم أهداف وخطط خاصة تتعلق بالاستمرار في ارتكاب الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين. قبل ساعة من الآن أيضا استشهدت امرأة تبلغ من العمر 50 عاما في منطقة عصيفرة، يعني بسبب قناص، يعني عيار من قناص تابع لميليشيا الحوثيين في جبل الوعش. وربما ذكرتم أنتم أيضا في أخباركم أنه خلال الأيام الماضية قتل حوالي 3 أطفال، أحدهم يبلغ من العمر 3 أعوام والآخر 13 عاما، وتتراوح أعمارهم بين هذا الحد، قتلوا برصاص ميليشيا الحوثيين في مدينة تعز، هذه المدينة التي المحاصرة منذ 4 سنوات من قبل ميليشيا الحوثيين. ميليشيا الحوثيين تؤكد للمرة الألف أنها لا تسعى لمفاوضات جادة، ولا تسعى إلا لفرض ثقافة السلاح والدماء على رؤوس اليمنيين. من إسطنبول الكاتب الصحفي اليمني هشام الزيادي، شكرا جزيلا لكم.